I'll try to give the opportunity to journalists who didn't ask question at the first press conference. So please be patient. مساء الخير كوتش محمد الهادي بخوش فود 24 تونس. مساء الخير محمد صلاح. محمد صلاح تتويجك باللقب لهنا بلقب الكان وأدائك المميز مع فريقك ليفربول نتصور يخليك ترشح أكثر باش تكون المرشح رقم واحد بأحسن لاعب في العالم. انت عايزنا جاوب؟ انا كل مركز فيه ان انا اكسب البطولة مع منتخب. اهم حاجة بالنسبة لي دلوقتي ان اكسب البطولة مع منتخب. اللعيبة طلعت ده في الماتشات اللي فاتت كان عندها روح عالية جدا. الناس كلها شافت ده. احسن لاعب جات او ما جاتش دي حاجة تانية وبعدين ولسه بدري عليها. لكن اهم حاجة بالنسبة لي دلوقتي ان نركز في ماتش بكره واللعيبه كلها مش عايز من اللعيبه بس غير ان هم يعملوا او كلنا نعمل زي الماتشات اللي فاتت مش اكتر ولا اقل وبالمجهود ده ان شاء الله هنكسب البطوله. Yes please. عمر صبحي ام بي سي مصر. سؤالي الاول لكابتن وائل جمعه. لعبنا تقريبا ماتش زياده في 9 ايام عشان لعبنا يعني 3 ماتشات 120 دقيقه. ازاي اللعيبه تقدر هيكون مجهدة بشكل عامل ازاي في الفاينل قدام فريق تقريبا كل مواجهاته كانت سهلة نسبيا وملعبش ولا اكسترا تايم. سؤالي محمد صلاح هو شخصي شوية لكن عايز اعرف منك هي مكة بنتك حاسة ان انت دلوقتي بتلعب باسم منتخب مصر ومدركة ان انت وصلت النهاية احنا عارفين ان هي لسه صغيرة هي فاهمة ده ولا لا؟ جو صراحة وصلها صلاح وصلها ان انا بحبها جدا. لا يا مكة عايزين ارجع البيت عامه في اسرع وقت عشان انا وهي قريبين من بعض لكن هي عارفه ان انا مع المنتخب وكانت هي ومراتي وكان كانوا بيفكروا ييجوا بس عشان سفر كتير وكان هيبقى صعب فالدنيا ما ظبطتش لكن هي مدركه طبعا ان احنا انا بكلمهم كل يوم وبكيت لي المره اللي فاتت بعد الماتش ودعيت لي يعني ان احنا نكسب الفاينل فطالما هي دعت خلاص يعني. اجابت يا عمر على السؤال ان زي ما قلت برضو في الاول دي احنا في لحظه مهمه جدا في حياه وفي تاريخ لاعيب الكوره. اللحظه دي بينسى فيها التعب والالم والمجهود وهي لحظه التتويج ان شاء الله. فعندنا يعني انا استغل السؤال ده وان انا اشيد بالجهاز الطبي والجهاز المساعد عندنا في تجهيز وتاهيل اللاعبين برغم الصعوبات اللي مرينا بيها بشكل كبير جدا من بدايه البطوله زي ما قلت على مستوى الاصابات وعلى مستوى الغيابات. فقدنا 3 لاعبين اساسيين مهمين جدا في خلال البطوله ولكن تجهيز اللاعبين الاخرين اللي حلوا محلهم كان ليه دور مهم جدا في وصولنا للحظه اللي احنا فيها. عمليه اعاده الاستشفاء مره ثانيه للاعبين بعد الثلاث مباريات اللي انا بعتبر كل مباراه فيهم مباراه نهائيه كان دور مهم جدا للجهاز الطبي المعاون اللي معانا اللي قام بدوره على اكمل وجه يستحق الشكر والثناء خاصة زي ما قلت كل مباراة كنت تحس ان لاعبينا اول مرة يلعبوا فده ان شاء الله نتمنى في المباراة النهائية قدام السنغال بكرة بإذن الله وعندنا كل الثقة في لاعبينا ان هم بروحهم وتضحياتهم يقدروا يعوضوا لو في تعب او شيء بإذن الله ما يبقاش فيه تعب ويواصلوا نفس المسيرة بتاعتهم ان شاء الله. Yes please the lady fourth row fifth row Usher. Asha Kungisha from Sky Sports. My question goes to you, Mo Salah. After everything you've won in your career, how important will it be for you tomorrow to win the AFCON trophy? Well, of course, it's very special to win a trophy with the country. I won Champions League, was great feeling. I won the Premier League after 30 years of the club, it's great feeling. I won in Switzerland, I won everywhere. And also I want to have that feeling that winning the first trophy with the country, how special it will be. I'm sure it's going to be something very special. Again, I'm so excited for tomorrow and everybody's ready. So hopefully we win it tomorrow and yeah, we'll play the bad luck. Thank you. Yes, sir. Assalamu alaikum. Tahiyya coach Mohamed Salah, Bilal Binari min television, Jazairi.
ربما سؤالي لمحمد صلاح. أنتم حاملين أحلام أكثر من 100 مليون مصري وكذلك العالم العربي في اعتقادك، وأنتم ستواجهون واحد من بين أقوى المنتخبات في هذه الدورة بأرمضته من اللاعبين يقودهم زميلك في ليفربول ساديو ماني، على مدى سيلعب هذا النهائي؟ ما هو المفتاح من أجل الفوز والتتويج باللقب الذي ينقصك؟ المفتاح اننا نلعب زي الماتشات اللي فاتت، مش محتاجين نعمل اقل من كده ولا اكتر من كده، ممكن اكتر من كده، بس اللعيبه بينت الماتشات اللي فاتت قد ايه احنا كنا رجاله وقد ايه كنا عايزين نكسب البطوله. بص على اخر 3 ماتشات، كاميرون، في المغرب، في كوت ديفوار، 3 برضو كانوا مرشحين الثلاثه ان هم يكسبوا البطوله. ادينا بشكل كويس عشان اللعيبه كلها كان عندها روح، واللعيبه بتضغط نفسها وعارفه هي عايزه ايه من الماتش. السنغال بكره يبقى ماتش زي الماتشات اللي فاتت، بالنسبه لنا حياه وموت، ان شاء الله ندخل الماتش بعقليه البطل وان شاء الله نكسب الماتش. اوكي، ات ذا باك اوف ذا روم. Bonsoir, je suis Malachi Foto pour Radio Kasmando. Ma question s'adresse à Mohamed Salah. Go ahead. Ma question c'est pour Mohamed Salah. Alors Salah, demain vous allez jouer le Sénégal et on sait que dans maximum 3 mois, vous allez rencontrer à nouveau cette formation sénégalaise. Est-ce que pour le match de demain, on joue en oubliant l'importance de la double confrontation qui va certainement donner une place pour l'un de vous pour le Mondial au Qatar? Est-ce qu'on joue en se disant on joue le dernier match face au Sénégal ou on joue, on pense au match du mois de mars? Merci. الترجمة كانت عندي متأخر شوية. بيسألك على مباراة السنغال، على علاقتها بمباراة السنغال في كأس العالم. بقى انجلش؟ Well, of course, it's a very important game tomorrow and also the games in March. But tomorrow we're gonna play just for, this is the only game we have to focus on. This is the only 90 minutes we have to play at the moment. So we just need to get our focus in tomorrow. We don't have to think about in March or the games for the World Cup. It's not necessary now. Just tomorrow is the most important thing. And we have to go from there. We don't have to think about the next 2 games after that in March. Tomorrow is the most important thing. It's a final game. And we give everything for it. Okay, we'll have a couple of last questions. Go there first, then you. السلام عليكم. صالح فيصل على 24 نيوز. السؤال الأول لمحمد صلاح. محمد، في دوالا قبل لقاء كوت ديفوار كنت في المدوى الصحفية تحدثت عن الالتفاف حول المنتخب وعدم الضغط على اللاعبين الصغار إن صح التعبير. اليوم أنت في النهائي، ما هي رسالتك للإعلام المصري، للجمهور المصري، وأيضا للاعبين لمباراة غدا؟ سؤال ثاني موجه للأستاذ وائل جمعة. المنتخب المصري على غير المنتخبات الأخرى لعب 3 مباريات 120 دقيقة صحيح، جاوبت عمر الزميل عمر، لكن المنتخب المصري أيضا عمل 4 رحلات، يعني جاروا، ياوندي، دوالا، ياوندي. كيف يؤثر ذلك على الحالة البدنية عفوا للاعبين؟ شكرا. أنا فاكر كويس الكلام اللي أنا قلته في الأول لما قلت الإعلام لازم يبقى ورا اللعيبة والجمهور يبقى ورا اللعيبة. أفتكر اتمنى ان كل الناس تكون خدته بشكل كويس، انا ما كنتش بهاجم حد فيه، بس اللعيبه نفسها شافت ده في الملعب. اللعيبه شافت لما الجمهور بيبقى وراها الناس، او الناس شافت لما تبقى انت ورا اللعيب، اللعيبه بتطلع ازاي كل اللي عندها. اللعيبه كلها بقى اهمها دلوقتي منتخب مصر، ما فيش حد من الجمهور بقى بيفكر في فرقه او في لعيبه او اي حاجه. الاهلاويه بيشجعوا الزملكاويه اكتر من اي حد تاني، الزملكاويه بيشجعوا الاهلاويه اكتر من اي حد تاني. ده اللي بينجح منتخب مصر. انا اول مره اشوف من زمان ان الناس رجعت تاني تبص على منتخب مصر وشايفه قد ايه ان ده مهم، ان احنا يبقى عندنا قاعده جماهيريه. منتخب مصر فوق اي حد، ده اهم حاجه في الوقت الحالي. احنا لازم نكسب، والجمهور كله بيشجع اللعيبه، الاعلام مؤخرا بيشجع اللعيبه، مش شرط عشان كلامي بس عشان انا شايف ده الصح. يعني مؤخرا الناس بقت شايفه ده كويس جدا.
اتمنى يكون كلامي اثر لو حتى جزء بسيط، او حتى لو ما اثرش الموضوع سهل بالنسبه لي، بس اهم حاجه ان الجمهور دايما يفضل ورا اللعيبه. رسالتي للعيبه انا بقولها لهم بيني وبينهم، قلتها كذا مره ما بيني وما بينهم، وبعرف اتكلم معاهم وبيعرفوا يسمعوني. لكن لو هقول لهم حاجه هنا، انا كده كده هقعد معاهم بعد التمرين النهارده، بس لو هقول لهم حاجه هنا هقول لهم ماتش بكره ده ماتش فاينل، استمتع بيه. اللحظات دي ممكن ما تتعوضش تاني، على قد ما تقدر تستمتع ان انت في النهايه استمتع بيه، اكسبه عشان خاطر الناس اللي في مصر، دوس على نفسك، اعمل كل حاجه انت تقدر تعملها عشان خاطر الناس تبقى فرحانه. الناس كلها شافت الناس في مصر كانت عامله ازاي، الناس بتستنى فرحه زي دي. الحاجات دي ما تقدرش تشتريها بالفلوس، الحاجات دي بس بتبقى روح ومجهود، واللحظات دي عمرك ما تقدر تعوضها باي فلوس. الناس لما بتكسب والمنتخب بيكسب بطوله، الناس الغلابه بتبقى فرحانه وطايره من الفرحه، ما بتبقاش مستنيه منك اي حاجه، كل مستنيه منك ان انت تكسب الماتش بس. فانا هتكلم مع اللعيبه بعد التمرين تاني زي ما بنتكلم على طول، وانا متاكد ان احنا ان شاء الله اللعيبه دي مش هتحس باي تعب، مفيش حد بيشغل دماغه باي تعب عشان خاطر الناس اللي في مصر وعشان خاطر نفسنا برضو. الجزء الخاص بالتنقلات المنتخب اللي حضرتك سالت عليه، يعني انا جاوبته في داخل رساله الشكر للجهاز الطبي المعاون معنا المسؤول عن تاهيل واعداد اللاعبين بشكل جيد جدا. قدرنا ان احنا نتغلب على صعوبه التنقل ده بشكل جيد. حاجة تانية ساعدتنا ان احنا نتجاوز الصعوبة دي، وهي الروح والعزيمة والارادة اللي مشهور بيها المصريين. وشوف رد فعل اللاعبين بعد الفوز المباراة اللي فاتت، وفرحة اللاعبين داخل غرفة الملابس، والكلام والاغاني اللي كانوا بيرددوها، تعرف احنا الحمد لله وصلنا للنقطة اللي احنا فيها حاليا في البطولة، وما زلنا مكملين باذن الله لغاية ما نفوز بالبطولة دي ان شاء الله. اوكي. One question before the last question. Hi, Leroy Kebeya for Canal Plus. A question for Mohamed Salah. Senegal coach said that it's no big deal that your team went 3 times to extra time. That your team will be in the same shape as Senegal because it is a final. Do you agree with him? What do you mean the same shape? Like that's what he said. Who said that? Sorry. Aliou Cissé. What did he say? Sorry again. He said that your team will be in the same shape as Senegal because it will be a final that you'll be as motivated as them. So it will make you start an equal start. Well, it's a final. It's a final. Like no one will think about being tired or something. If we think about being tired, we're gonna remember the people in Egypt. Like the people who gonna make them happy. We train good, we recover good, we eat good, we sleep good, everybody's happy, everybody's fit, everybody's excited for tomorrow. If we go for 120, we go for 120. If we go for 360, we go for 360. Whatever it takes, we're gonna make it to make it happen. Everybody's is excited for tomorrow, and we just go from here, and hopefully we win it. Last question, please make it brief because we are about to start the official training. Sure, yeah. Thank you. Njie Eno from the Cameroon Radio Television. Question is to Mo Salah. Your coach, Carlos Queiroz, along the games has always pumped up the team with his energy and obviously the excitement that he brings from the touchline. He won't be on the bench tomorrow as well as his deputy, Roger Dessart. How much of an impact could that have on the way you set up, seeing the energy that he gives to you guys during the game? Well, he was in the game last 30 minutes, last game, but the players were like focusing the game. That's what we need. We don't have to think about that. Everybody, of course, love him and respect him, but tomorrow is not the time to think if the manager is not there or not. It's just about 11 men go to the field and fight for everything. I'm sure the player has a big responsibility in that. I have a big responsibility in that. I will talk to the players. He talked to us already today, and he will talk tomorrow before the game, and he will be with us all the time. But tomorrow we just need to focus on ourselves and just do what he wants us to do and what we can do to achieve that. So of course it's sad to not have him there, but I'm sure we will celebrate together after the game. Before wrapping up, I would like to give the opportunity to Captain Wael Gomaa. أظن أنه لديه رسالة اللي وصلها للجمهور. I think he has something to say to address the fans.
Egypt fans. Go ahead. اشكرك عن الرساله اللي انا عايز اوصلها للناس بس ان احنا قابلنا صعوبات كتيره جدا 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 اهمها واصعبها علينا الضغوط اللي كانت على مدربنا في خلال مشوار البطوله. شفنا حاله التحفز وحاله الاستعداد لمعاقبة المدرب بتاعنا. انا يعني بشكر الزميل اللي سأل صلاح على السؤال ده، انما وضع طبعا لا يليق ابدا ابدا باسم مصر ولا باسم مدرب منتخب مصر ان يتم التعامل معنا بالشكل ده. شفنا المباراة اللي فاتت قدام مباراة منتخب الكاميرون، الحكم الرابع دخل غرفة الملابس عشان يعمل تشيك على اللاعبين، هددني وهدد المدرب بالاستبعاد من المباراة في رد فعل كان غريب جدا علي. انا كلاعب كرة لعبت مباريات دولية كتير جدا، اول مرة اشوف الموقف ده. الموقف ده اثر علي واثر على المدرب واثر على اللاعبين، وما كانش المفروض ان ده يتم. فاحنا ان شاء الله هيبقى لينا موقف بعد نهاية المباراة. نعم تمام. Thank you. Thank you. Good luck. Best of luck for tomorrow's match. And let's go to the official training who starts right now. 6:30. Yes.